هناخدكم دلوقتي بقى من احمد سالم اللي هو ادانا جرعه تفاؤل بفن لطيف لحاجه تانية هتدينا جرعه تفاؤل بس يعني من زاويه مختلفه طال انتظارها. من يوم ما هذا اللذيذ بقى في ايدين الناس وبرضه حصلت سلوكيات كتير جديده وتحتاج مرونه تشريعيه جديده وتحتاج قوانين وتحتاج تنظيم جديد، لانه ما فيش مره اتكلمنا فيها عن قضيه أو مشكلة أو حادثة إلا وكانت أزمتنا مع الناس اللي سابت نجدة الناس مثلا وراحت تصور بالموبايل. الموضوع بيتطور عن كده لحاجات أوحش وأسوأ، ويمكن يعني يعف اللسان عن إنه يذكرها، إنه وارد جدا تبقى في مكان وحد يصور حد صورة مش لطيفة من غير ما يعرف. وفي حاجة برضو جميلة جدا إنه بقى في حالة من الوعي. من شهر بالظبط كنت مع بناتي في مول ولقيت صوتهم عالي كده، وانا بقى يعني في الغالب بناتي صغيرين ما بيعلوش صوتهم، يعني صوتهم عالي، كانوا بعيد مني لكن شايفاهم صوتهم عالي على حد، لانهم اكتشفوا انه الشخص ده واقف بعيد بيصوره، واطفال يعتبروا صغار يعني مش كبار، لكن اقصد اقول انه بقى في وعي من كل الاطراف، من الصغير والكبير اللي شايف انه فكره التصوير دي بتخترق خصوصيته وبتنتهك حرمته، وفي رد فعل حقيقي لازم يحصل. ايه بقى الجديد؟ انه في حكم صدر من ايام بحبس عامل في احد المطاعم لانه صور واحده من السيدات دون علمها. خط احمر، احنا مش عارفين اصلا ده انتهاك ولا لا، بس السيده الواعيه دي عارفه انه ده تحرش. الجميل بقى وعي هذه السيده وتعامل القانون بشكل حاسم وسريع ورادع. احنا بنعتقد انه الحكم ده مش بس حاجه مبشره جدا لوعي الناس ولرد فعل القانون اللي خلاص ما بقيناش ونقدر كلنا كسيدات ماشيين في شوارع مصر نشهد ان التحرش بقى يعني اقل او ظاهره قلت كتير بسبب الوعي ده وبسبب قوه القانون ده. فكره الخصوصيه بقى في الاماكن العامه دي قصه تحتاج اننا نوع عليها اكتر ونفهمها اكتر. احنا متشرفين انه معانا دكتور عصام الطباخ الخبير القانوني والمحامي بالنقد. مساء الخير عليك دكتور عصام. اهلا بحضرتك استاذه دينا، ازي حضرتك؟ يعني احنا مبسوطين بفكره الحكم بس عايزين نعرف حيثياته، حصل ازاي؟ يعني كيف تطور الموضوع من انه شخص بيصور شخص او بيصور سيده مثلا في مكان عام؟ ايه الاجراء القانوني اللي ساند انها تاخد حقها وانه هذا الشخص يصدر ضده حكم؟ في البدايه يجب ان نتفق على ان القانون بمفرده لا يكفي لمواجهه تلك الجرائم الاخلاقيه المستحدثه الناتجه عن التطور الهائل في وسائل تكنولوجيا المعلومات. حضرتك رجل قانون لكن بتقول لنا الحقوق اللصيقه بالشخصيه. طبعا. فالقوانين المصريه وعلى راسهم الدستور المصري في ماده 57 نص على ان للحياه الخاصه حرمه وهي مصونه لا تمد. وكذلك الامر في قوانين اخرى متعاقبه زي قانون تقنيه المعلومات اشار الى عقوبه الجرائم المتعلقه بالاعتداء على حرمه الحياه الخاصه او الاعتداء على مبادئ وقيم الاسره في المجتمع المصري. بالظبط. والامر نفسه في قانون العقوبات الماده 309 مقرر اوردت برضو الافعال التي تنتهك الحق في الخصوصيه. وحددت عقوبه لكل فعل ومنها التقاط او نقل صوره بجهاز من الاجهزه ايا كان نوع هذا الجهاز صوره لشخص في مكان خاص. وعلى هذا المنوال قانون الصحافه والاعلام نفسه وضع قيود على حريه الصحافه وذلك تقديرا من المشرع لحريه المواطن في حقه في الخصوصيه. بالظبط. واخيرا استاذه دينا التعديلات اللي اوردها المشرع المصري عام 2021 بشان غرام التحرش الجنسي، ودي كانت سنه 2021 يعني قريب جدا السنه اللي فاتت، اوردت عقوبات متدرجه تبدا بالحبس اي تكييفها القانوني الجنحه الى جنايه تصل عقوبتها الى 7 سنوات. حلو. وذلك بموجب المادتين 306 مقرر 306 مقرر به. طب السؤال هنا بقى ازاي انا احمي نفسي بالقانون واحمي خصوصيتي؟ ايوه حضرتك كمان قلت جمله مفتاحيه مهمه انه القانون وحده لن يكفي عشان نقدر نوصل للتطبيق. نحمي نفسنا يعني نعمل ايه؟ الوعي بقى. تمام. عندنا عده اجراءات. رقم واحد لازم يكون في وعي قانوني وثقافه قانونيه. اي اكون على علم تام بان اختراق او انتهاك خصوصيتي له عقوبه رادعه.
دي رقم واحد، ودي بيقوم بيها طبعا حضراتكم في الاعلام باعتباره طبعا الحاجه المؤثره على المجتمع المصري، بتقوم بيها المدارس، بتقوم بيها الاسره المصريه. الجزئيه الثانيه القيام باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه مباشره، يعني حضرتك قلتي مثل بتاع بنات حضرتك وهم في المول، انت حضرتك سمعتي اللي هم صوتهم عالي فبيزعقوا الواحد عشان صورهم خلطه. يس. انا شايف بقى ان الزعيق لوحده مش كفايه ولا حاجه، ده لازم اتخاذ اجراءات قانونيه مباشره. اللي هو ايه؟ الاجراءات القانونيه دلوقتي بقت بسيطه ومبسطه. قولي. ده مجرد محضر بيتعمل في مباحث الانترنت عباره عن بلاغ بلجاني، وبحط اقوالي كامله. المحضر ده بيروح النيابه العامه اللي بتطلب بدورها تحريات المباحث والتقارير الفنيه الخاصه بالصفحه او الحساب او التليفون. بعد انتهاء التحريات بصحه الواقعه يتم صدور امر ضبط واحضار للجاني، ويتم القبض عليه واحالته الى النيابه العامه، سواء بقى تحيل ولا محكمه الجنح او الجنايات، وفقا للفعل اللي هو عمله. سؤالي بقى يا دكتور عصام بقى في الحته دي التنفيذيه دي، السيدة أو الفتاة اللي شايفة شخص بيصورها وهي متأكدة أنه بيصورها دلوقتي، لأنه ما بيبقاش أبدا الشخص إحساسه بيخطئ في ده، تشد التليفون من إيده بقى ولا تعمل إيه؟ عشان ما تشدش من إيده. هي أول حاجة تعملها ممكن تتصل بالنجدة فورا، ولو في المول بتتصل بأمن المول، ولو في حتة مثلا فيها شخصين أو ثلاثة بتستعين بيهم، ولازم تثبت الحالة. وهو ده حضرتك اللي حصل في القضية بتاعت الساحل الشمالي. حلو. السيدة اللي أنا بقول عليها سيدة عظيمة فاضلة طبعا، اللي هي يعني بجد ادت رسالة للشعب كله. احنا مشكلتنا ان احنا بنكسل هنا وبين دول أوروبية. احنا بنكسل نمشي المشوار للآخر. كويس قوي وبيشتغلوا عليه. طب اتفضل. السؤال بقى بعد إذن حضرتك، يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، لو امتنعت السيده الفاضله دي عن الابلاغ، تفتكري كان هيصدر حكم عجاني؟ ولا حاجه. كنا هنيجي نتكلم دلوقتي ونقول توعيه وكذا وكذا وكذا. بالظبط. لذلك حضرتك ومن خلال برنامج المميز جدا، واستاذه دينا عبد الكريم يعني حد اعلامي متميز نثق فيه ونحترمه، انا بناشد من خلال هذا البرنامج جميع المواطنين، لابد ان تتوجه مباشره باتخاذ الاجراءات القانونيه فور الاعتداء على انتهاك الحق، حقك في الخصوصيه. بالظبط. ما تسكتش. وما تسكتش وما تسمحش للفتره بتاعت يمسح الصورتين ويقول ما عملتش حاجه. هو عشان كده حضرتك بتقول استعين بالامن او الحكم زي ما حضرتك قلت كده بيتدرج طبقا لايه؟ يعني يبقى امتى جنحه؟ يبقى امتى جنايه؟ هل بحسب المكان اللي تم التصوير فيه ولا ايه؟ يعني مثلا لو هو خاضع لقانون تقنيه المعلومات بيبقى جنحه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه 50,000 جنيه. اذا عمل ايه بقى؟ اذا اعتدى على اي من المبادئ او القيم الاسريه في المجتمع او انتهك حرمه الحياه الخاصه. تمام. بالنسبه للمواد اللي وردت في قانون العقوبات، اللي هي التقاط او نقل بجهاز من الاجهزه صوره عن طريق الموبايل، دي هنا برضو القانون بيعاقب بالجنح، بس كان ساعتها نص قديم بيتكلم في المكان العام. والمشرع نفسه ما وضح، يعني ما عرفش ايه هو تعريف المكان العام او المكان العام. انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور عصام الطباخ خبير قانوني ومحامي بالنقد. بشكر كمان وبكرر شكري زي ما دكتور عصام قال للسيده الفاضله اللي عملت ده، لان هو تصرف موجود، هو نوع جديد من التحرش. زي ما قلنا، اذا كان التحرش اللفظي والفعل قل على استحياء، مش لانه فجاه الناس اخلاقها اتحسنت، لا، الحقيقه انه الاخلاق تتحسن بالقانون، فتصبح العاده اننا ما بنعملش كده، او العكس انه العاده اننا بنعمل كده. فأعتقد أن دي مرحلة جديدة من معركة مواجهة التحرش في مصر وفي كل المجتمعات في العالم، هو احترام الإنسان لخصوصيته ولحياته. فمحدش من حقه، وإحنا دلوقتي في صيف وعلى البحر، ومحدش من حقه يصور حد على البحر مثلا في أي مكان عام، محدش من حقه يصور طفلة صغيرة بدون إذن أهلها، محدش من حقه ينتهك خصوصية حد. والناس اللي بتنقذ المجتمعات هم الناس اللي زي الست المحترمة دي اللي بتمشي المشوار للآخر. لكن في الاغلب احنا فعلا، وانا بعترف ده، بنقول كلمتين كده ونزعق، وانت ازاي تعمل كده وامسح الصوره، وانا اعرف مواقف كتير حصل فيها كده، والناس يقولوا خلاص خلاص ويرادوا الموضوع. احنا في مرحله اخذ حقوق الناس، ففكره التراضي وخلاص ومشي الحال وبتاع الامن كمان راجل بتاع الامن المولي يبقى هو مثلا الشخص اللي بيعمل الفعل ده، دي قصه اعتقد انها محتاجه مننا مواجهه
أقوى شوية في المرحلة اللي جاية.